مرحبا، أنا سعيدة بلقائك. ابنك أخبرني عنك أشياء كثيرة. كيف كان يبدو وهو صغير؟ أوه، انظروا إلى هذا الدبدوب القمر. هل كان يعزف وهو صغير؟ هذا مذهل. وأنت كنت تعزف؟ هل كنتم فرقة جماعية؟ هل سألته سؤالاً أزعجه؟ لم تقدموا عرضكم؟ أراكم مستمعين معاً. ما رأيكم أن تعزفوا عزفاً معاً؟ رائع، وسأكون أنا المشرفة عليكم. المشرفة عليكم تريد معزوفة الرباعية. سنغير الأسلوب الآن وسنعزف عزفاً تمام التمام. وهذا ليس جيداً. ليكون العزف أفضل، اتبعوا كل تعليمات ماشا. حقا تبدو أشكالا غريبة، هذه الإشارات السوداء.
البيانو؟ لماذا لا تعلمني؟ لا يجوز، يجب أن أتعلم. يا سلام، هذا البيانو جميل تمام التمام. ترى أين المفاتيح؟ ليست هنا. يا سلام، هذا هو الحلم الذي لم أكن أحلم به. كيف عشت سنوات وأنا لا أعزف؟ هوب، والآن علمني. سأتعلم العزف حتى أصبح مشهورة. يهو! لما السلم الموسيقي؟ أنا لا أحتاج إلى سلم، أعلم أن هناك سرا. أهم شيء في العزف أن تعلم كيف تحيي الجمهور. لا أحب هذه السلالم. الأمر بسيط جدا، والآن حاول